بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية هي إحدى ثماني آيات قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة، يعني سورة النساء، ثماني آيات خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وقلنا إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. ثم جاءت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقلنا إن الاجتناب ليس معناه عدم مزاولة الحدث أو الفعل، ولكن عدم الاقتراب من مظان الحدث أو الفعل، حتى يسد المؤمن على نفسه مخايلة شهوة المعصية له، لأن حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذه الآيات الكريمات كانت خيرا لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غربت، لأنها تحمي حمق الاختيار الذي وجد في الإنسان حين لا يلتزم بمنهج الله. ولو أن الإنسان كان مسيرا على الفعل لارتاح من هذا الاختيار. وسابقا قلنا أن تعب الإنسان جاء من ناحية أنه اغتر بميزته على سائر خلق الله. الميزة التي ميز الله بها الإنسان هي الآلة التي يختار فيها بين البديلات، وهي العقل. وقلنا إن سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن تكون مسخرة مقهورة على ما جعلها له بدون اختيار. وقلنا عند قوله سبحانه: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما ظلم نفسه، لأنه أرجح نفسه بين اختيار الشهوة أو اختيار مرادات منهج الله. المقهورين أو المسخرين ما عندهمش الحكاية دي، هو يقوم بعمله آليا ملوش اختيار، يبقى ارتاح من حمق الاختيار. فهذه الآيات طمأنت الإنسان على أنه إن حمق اختياره في شيء فالله يريد أن يبصره، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يخفف عنه، والله يريد إن اجتنب الكبائر أن يمحو عنه السيئات ويكفرها. كل دي تعمل إيه؟ مطمئنات للنفس البشرية حتى لا تأخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار. بقول أنا خلقك وعارف أنك ضعيف برضه. ضعيف ليه؟ لأنك أنت عندك مسلكين، كل مسلك يغريك: تكليف الله بما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثواب الله في الآخرة يغري، وشهوة النفس العاجلة تغري. وما دام تخلخلت المسألة بين اختيار واختيار، يبقى فيه ضعف ولا لا؟ فربنا قال: أنا أحترم هذا الضعف فيك لأنه ولد اختيار.
وأنا اللي وهبت لك هذا الاختيار، لأن الحق حين وهب الاختيار لهذا الجنس الذي هو سيد الأجناس كلها يريد شيئا، هذا الشيء أن فيه فارقا بين أن يسخر المسخر ولا يستطيع أن ينفلت عما قدر له أن يعمله، تلك تؤدي صفة القدرة، إن ما فيش حاجة تقدر ما تعملش اللي هي مخلوقة له، دي صفة القدرة لله. لكن لم تعطي لله صفة المحبوبية. ليه؟ لأن المحبوبية أن تكون مختارا أن تطيع، ومختار أن تعصي ثم تطيع، تبقى دي صفة الإيه. والله يريد من خلقه وهو الإنسان أن يثبت الطائع صفة المحبوبية للحق، لأنه رغم أنه مختار أن يفعل الطاعة ولا يفعلها يؤثر جانب الطاعة. ولو في أفراد الأنبياء وأفراد الذين سبقت لهم الحسنى من الله، الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام فيه جمع كبيرة يبقى فيه مقابل، صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك إحنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده لأن فيه فرق أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات، وإنك أنت تقعد أنت تعمل مقدمات عشان تروح للمعصية، مسألة دي غير. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ السوء بجهالة مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص، وإن ما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء، اللي ربنا عملهم هبات لطف وهبات رحم على الخلق، يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الإصرار. إن خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الإيه؟ الإصرار. حينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا إيه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الآخرة، أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها إيه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. ده كلام كويس. جزى الله عنا خيرا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيط غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يروحوا هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، إلا مين؟ عمرو بن، كلهم يطلبوا إيه؟ صيد غير عمرو بن عبيد، ده إذن شهد له. طيب هذا العالم أحب أن يعرف مدلول الكبيرة، إنما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده علماء، قال أنا عايز أعرفها من نص القرآن، اللي يقول لي على الكبيرة يجيب لي عليها إيه؟ نص من القرآن. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله
جعفر ابن محمد الصادق. سيدنا جعفر الصادق بقى ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي إيه اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق: ما أسكتك يا عمرو؟ قال: أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله. يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا، عايز أعرفها من مين. انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن. على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله: نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقط، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون الايه، واكل الربا، من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هوجموا باعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من الايه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. واكل مال اليتيم، من الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، انما ياكلون في بطونهم ايه، ياكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أسامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعله، أو لم يفعله وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماض. من الذين يشترون بآيات الله إيه؟ وأيمانهم إيه؟ ثمنا قليلا. والغلول، أن يخون في الغنيمة. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة.
وشرب الخمر لأن الله قرنه بالإيه؟ بالوثنية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة لأن الله قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الإيه؟ الكبائر بنص الإيه؟ بنص القرآن. وكل شيء وحكم معه إيه؟ معه حكمه، لأنه بيخاطب عالم. ما هو عمرو بن عبيد ده عالم كبير، مش عايز يقول فيه بالرأي بقى، لا عايز الكلام وبدليله. فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذي فوجئ به سيدنا جعفر الصادق ثم يجيبه بهذا الترتيب وبشجاعة من يقول لعمر بن عبيد نعم يا عمر، نعم يا عمر يعني إيه؟ يعني جوابك إيه؟ ثم يأتي بها رتيبة بدون كده بدون تفكير، ده دليل على إنها إيه؟ على إنها مسألة خمرانة منه، وخصوصا أنها ليست آيات رتيبة وراء بعضها، ده آيات بينقيها دي من هنا ودي من هنا ودي من هنا ودي من هنا، مما يدل على أنه يعايش أسرار الإيه؟ يعايش أسرار الإيه؟ القرآن. ولذلك قلنا سابقا أن سيدنا جعفر الصادق لما وضع للمؤمن منهج بحيث لا يصيبه شيء في نفسه إلا إذا وجده في كتاب الله ليفرج كربة نفسه، وجد أن الزوايا التي تعكر على الإنسان أن يخاف من شيء، مش كده؟ واللي يخاف من شيء يبقى شيء محدود معروف، أنا خايف من الشيء الفلاني. ولكن واحد يصيبه غم وهم لا يدري سببه، ما يعرفش، يقولك أنا والله مهتم كده من غير ما أعرف إيه يعني. الله، إذن ففيه انقباض لا يعرف له إيه؟ لا يعرف له سبب. فيه مثلا واحد ناس عمالين بيكيدوا له ويمكرهم ويأتمروا به، فيه واحد بيحب الدنيا وعايز الدنيا تبقى عنده، ويبقى كل دي مشاغل النفس البشرية، أن تخاف من شيء، أن تغتم من شيء، أن تشفق من مكر بك وكيد لك، أن تتطلب أمرا من أمور إيه؟ الدنيا. فهو برضو اللي قال الحكاية بتاعته اللي قلناها زمان، اللي قال عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدليل بقى، شوف استنباط الدليل. فإني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف دقة الأداء، بيقول سمعت الله، مش قريت. كأن الإنسان حين يقرأ قرآنا لازم يتأكد أن الله يتكلم، ولما تسمع قرآن تتأكد أن الله إيه؟ يتكلم. خلاص، وجلال القديم يغطي على جدية الحادث. اللي بيقرأ قدامك حادث، إنما بيقرأ كلام مين؟ يبقى جلال القديم يغطي على جدية الحادث، جلال القديم يغطي على جدية الحادث. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو بقى؟ فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم بين لنا أنها ليست خصوصية، وكذلك ننجي المؤمنين، الباب واسع للكل، وكذلك ننجي. وعجبت لمن مكر به، يعني ناس قاعدوا يعملوا ايه ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا
كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أو ده الاستنباطات، زي استنباطات دي زي الاستنباطات. وإذا ما نظرت إلى الاستنباطات بتغطي زوايا النفس الإيمانية، هنا بتغطي إيه؟ بتغطي زوايا النفس الاجترائية. الاجترائية يعني إيه؟ لأن التكليف لما بيجي بيحد حركة الإنسان وبيحدها عن شهوات، فالآيات جاية تعمل إيه؟ تحد من الاقتراء، وتجدها ماسكة القمة من أول إيه؟ الوحدانية الألوهية إلى قطيعة مين؟ إلى قطيعة الرحم. غطت كل جوانب الاجتراءات في النفس البشرية. أول اجتراء إيه؟ الشرك. مش قال إن الشرك لظلم عظيم؟ طب الظلم اللي احنا نعرفه إنك أنت تحكم بحق بشيء للغير وليس من حقه. طب بالله لما تحكم كده إن ربنا له شريك، ده دي بقى يعني الظلم، إن الشرك لإيه؟ ظلم عظيم. طب هو ظلم لمن؟ قال ظلم لنفسك أيضا. إياك أن تظن أنك تظلم الله، إياك أن تظن، لأن ربنا أغنى الشركاء عن الشرك، ولذلك بقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري فهو له، أنا متنزل له عنه ياخده ويروح، أنا أغنى الشركاء. يبقى أمال ظلم ليه؟ أم قال لك ده ظلم لنفسك. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تعتقد لله شركاء ربنا جابها في كتابه، قال أنت تعبت نفسك تعب الأغبياء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ الله، عبد مملوك لعشرة ويريت العشرة متفقين، ده يقول له روح، ده يقول له لا تعالى، ده يقول له اعمل، ده يقول له لا دي اعمل، دي يبقى تعب نفسه ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ولكن الناس انفسهم يظلمون. اذا الايمان جاء عشان يعمل لك ايه؟ ايمان باله واحد، مالكش الا وجهه واحده، فيش اوامر من ناحيه ثانيه ابدا، هي بس دي. يبقى انت ريحت نفسك ولا تعبت نفسك؟ يبقى اللي قعد لفوت بقى هنا ولا ايه الحكايه؟ خايله دي، خايله ولا مش خايله؟ خايله. اقول لك ظلم النفس، ودي قضية يثبتها الواقع، لأن إذا كان الله قد أنزل في قرآنه المحفوظ المتلو المقروء يقول أنا لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، نقول يا الكلمة صدق والعياذ بالله يا غير صدق. فإن كانت صدق تبقى انتهت المسألة ولا مش انتهت؟ طب وما كانش صدق هو يا حد، طب هو فين الحد ده بقى؟ إن شاء الله واحد جه خد منه الكون كده قال ما فيش الا اله الا انا وهو اله، دري ولا ما دريش؟ والله ما كانش دري تبقى مصيبه في الاله ده. طب وان كان دري ايه اللي مسكته؟ تبقى المساله يعني محلوله. ادي مساله الايه؟ الشرك. يبقى الشرك جاء الايمان بوحدانيه اله جاء عشان تعمل ايه؟ لتريح النفس البشريه من كثرة تلفتاتها إلى آلهة متعددين، وواحد هو الذي بس هو الحق هو اللي ينفع يضر. فبيقول أنتم مثلكم حين لا حين تكونون لإله واحد كمثل العبد يكون لمالك واحد، ولما يبقوا شركاء كمثل العبد اللي له إيه شركاء ويريتهم متفقين، بل هم إيه مختلفين. وبعد ذلك يأتي في المرحلة الثانية ليأس من روح الله، الروح الرائحة اللي ساعة ما تكون ضيق كده والدنيا حر كده واحة من الرحمة جت كده جت في حضنها، نقول لك ده ديا الله يعطيها ليه روح الله. ما تيأس من روح الله تقوم تديك صلابة إيمانية لاستقبال أحداث الحياة. ليه؟ أم قال لك لأن الحياة أغيار وأحداثها متعددة، وللعالم وللكون الظاهر دي سنن مترتبة في الأسباب والمسببات، فهب أن أسبابك ضاقت بشيء ما عادش عندك أسباب له أبدا. اللي مش مؤمن بإله قوي يخرق الأسباب يعمل إيه؟ قلنا امبارح ينتحر مش كده؟
يبقى إذن اليأس من روح الله معناها إيه؟ أنه جعل قوة الله العليا التي خلقت النواميس متساوية مع النواميس، بحيث إذا عزت أسبابك البشرية في شيء يئست منها. نقول له لا، أنت ما تيأس لأنك مؤمن بإله إيه؟ بإله قادر فوق إيه؟ فوق النواميس. فاللي ييأس من روح الله أكنه بيعطل مين؟ بيعطل طلاقة القدرة على النواميس الكونية. وربنا عامل عدم اليأس من روحه علشان يقول إيه؟ أنا الله وخالق هذه النواميس. تبقى أنت نواميسك قدامك وأسبابك والميكانيكا بتاعت الكون ما فيهاش، إنما أنا عايز يبقى فيه. يبقى إذن لما ييأس من روح الله يبقى عمل إيه؟ سوى الله بطلاقة قدرته بإيه؟ زي النواميس، واللي تأباه النواميس يبقى ربنا ما يقدرش إيه؟ ما يقدرش يحله. وبعدين جاب لك عقوق الوالدين. الله، ده الخلية الأولى اللي بيواجهها الإنسان، الخلية الأولى اللي هم السبب المباشر في إيجادك، لأن أول ما تعق من كان سببا مباشرا لوجودك تبقى تعق من كان سببا أوليا لوجودك. بلدك ما شفتهاش وديا إيه؟ ودي شفته. يبقى الاحترام هنا والبر والعملية دي جاء عشان إيه؟ إذا كان ده بس سبب لوجودك وانت بتبره، تقوم ده يدلنا على إيه؟ على أنك تحفظ الجميلة لمن كان سببا في إيجادك. طب لما ترقيها بقى، واللي أوجد أبوك هتروح سبب لجدك وجد وتجد جدك، وبعدين تودها فين؟ لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له. وبعدين يبقى قلنا إيه؟ الشرك واليأس، وقلنا عقوق الإيه؟ عقوق الوالدين. وبعدين قال قتل النفس. قتل النفس معنى القتل هو ايه؟ نقض بنية الكائن. اعرف ان نقض البنية مش هي الموت، مش هي الموت، ان يموت الانسان وبنيته سليمة. انما لما تيجي تضربه خبطة على مخه كده ويموت منه يبقى صحيح مات، انما بايه؟ بنقض البنية. ضربت رصاصة في قلبه ومات، يبقى مات ليه؟ بنقضي. فإذا نقضت البنية فذلك يعتبر قتلا. إنما اللي يموت حد في أنفه كده هو ده اسمه الإيه؟ ولذلك نقرأ القرآن كده بإيه؟ بإمعان. يقول إيه؟ وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الله، أكن الموت غير القتل. الموت سلب الحياة بدون نقض بنية، ودي ما بيعملهاش إلا مين؟ الله. إنما القتل بهدم البنية يعمله أي واحد، لأن الروح مش معنى ذلك إن هو جه، هو أجله هكذا. بس شوف، أنت دخلت في بنيان الله فهدمته، لو لم تتدخل في بنيان الله لتهدمه لكان أجله. يبقى أنت بتتعاقب علشان إيه؟ أنت تدخلت في إيه؟ في هدم البنية. وأنت تعرف أن الروح دي لا تحل إلا في جسم له مواصفات خاصة. الروح إيه؟ تحل في جسم له مواصفات خاصة. المواصفات الخاصة دي أن يكون مثلا العقل سليم، القلب ما يراش له حاجة، ما يحصلش. دي اسمها المواصفات الإيه؟ مواصفات خاصة. دي الحق سبحانه وتعالى. تبقى المواصفات مستوفاة وبعد ذلك يقضي بالأجل فيموت، إنما ما نقضش إيه؟ ولذلك النبي يقول ملعون من يهدم بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. وإحنا كنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل، ولله المثل الأعلى، بأن الروح دي زي ما تشبهها بالكهرباء مثلا. أنت لا تعرف الروح، شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ ذقته؟ إذن بأي وسيلة من وسائل الأدراك أنت لا تعرفها، إنما بتعرف إنها هي اللي بتدور إيه؟
بتدور حياة جسمك دي كلها، بدليل انها لما تتشد من الجسم يبقى الجسم الصبح ايه؟ رمة، مش كده؟ اهديا ربنا عاملها كدليل ذاتي في النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. تيجي تقول الله ده ما بنشوفوش ما بنزيق، نقول لك ايوه طب في انفسكم بقى مش في الكون. لا، الادله ما تتعدكش الاول انت، وفي انفسكم افلا تبصروه. طب روحك اللي بتدير جسمك دي اين هي؟ شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طب ريحتها ايه؟ تعرف؟ طب وهي موجوده فيك ولا لا؟ طب هي انت ما بتشوفهاش، فكيف تطلب ان ترى الها وقد خلق شيئا لم تقوى على ان تراه؟ بقى مخلوق ما انتش قادر تراه، وبعد ذلك تقول لي اراه؟ يبقى من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. من عظمته انه ايه؟ لا يدرك. يوم الحق سبحانه وتعالى بيقول ان الروح دي لما بتنزل في الجسم فاذا سويته ايه؟ ونفخت فيه من روحي، يوم يحصل له ايه؟ فقعوا له ساجدين، لان خلاص كل هيبقى انسان سوى. أم قال لك ادي احنا نقدر نشبهها ولله المثل الاعلى بان الكهرباء دي انت تعرفها هي ايه؟ طب شفتيه؟ ما شفتهاش. حد عرف يعرفها هي ايه؟ اللي اكتشفوها عرفوا ايه هي؟ ما عرفوش. انما اثارها بنعرفها بها ولا لا؟ ساعه ما الكبات ولع نقول الكهرباء جت، بس مش كده؟ ساعه ما المروحه تمشي نقول الايه؟ الكهرباء جت. الله، اذا انت تعرفها باثرها ولا لا؟ كذلك بتعرف الميت تقول مات بايه لما ما تلاقيش له ايه؟ حركه. ولما الحركه تخف قوي وتهفت ولا تقدرش يوم يقول لك خد الحركه من شيء ان وقف يكون الموت، مش من ايد، لان الايد قد لا تتحرك انما لسه حي اصابها شلل. انما تعالى بالمراه كده وحطها امام نفسه، ان لقيت غبار كده على المرايه كده يبقى لسه بأهدى بقى المسألة، اللي ما دامت موجودة يبقى لسه فيه ايه؟ يبقى لسه فيه روح. فإذا انت لما تجيب الكباية النور دي وتنكسر الكباية، هي معنى ذلك الكهرباء راحت ولا لأن الكهرباء لا تظهر إلا في قالب من هذا الشكل، زجاجة مفرغة الهواء معمولة بشكل خاص، إن انكسرت يبقى إذا لما بنهدم الجسم الروح ما بتجدش الوعاء اللي هي ايه؟ اللي تظهر فيه. يبقى الكهرباء عندي انما ما فيش نور. يقوم لما نجيب كوبايه ونحطها كده يجي الايه؟ يجي النور. هل معنى ذلك ان النور جه ورا الكوبايه؟ لا يا اخويا، ده الكهرباء موجوده بس الكهرباء دي ما تظهرش الا في مين؟ كذلك الروح لا تظهر الا في ايه؟ في جسم له مواصفات ايه؟ مواصفات خاصه. اذا ما دام تيجي تقتل واحد نقول لك اول حاجه في من يقتل خصمه انه شهاده منه انه اعجز من خصمه. شوف العكس، ده هو قدر عليه وضربه بالرصاص وموته، دي مظهر قدره بشريه حمقاء ولا لا؟ مظهر قدره بشريه حمقاء. انما في الواقع ده عاجز، لان معنى انك قتلته ونقضت الحياه أنك أعلنت أمام الملأ أنك لا تستطيع أن تواجه حركة حياته ولا ترتحل إذا مده، إنما طول ما هو موجود أنا ما أقدرش عليه. يبقى شهدت بعجزك ولا لا؟ ولو كنت أنت يعني كويس كده كنت تقول لا خليه، ولما يعمل أي حاجة أمسكه وأقطم رقبته مثلا، إنما ده أنت غلبان عايز إيه؟ لأنك أنت ما بتقدرش تواجه. يبقى لو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنه شهادة عجز، وأنه لا يمكن أن يواجه حياة هذا الحي إلا بأن يموت، بالله يخزى على عرضه ولا لا؟ يخزى على عرضه. حين يحمي الله نفس الإنسانية من أن ينقضى بنيانها وبعد ذلك الروح ما تلاقيش البنيان اللي هو مواصفاته موجودة فتنتهي حياته، كل واحد يبقى مهدد بهذه العملية. يبقى الخلافة اللي ربنا رايدها للكون ايه اللي يحصل؟
تتعطل. وأيضا فإنه يعطي في الناس تشككا بأن بشرا يستطيع أن ينهي حياة بشر. ودي حاجة يجب أن تكون لمين؟ أن تكون للإيه؟ لله. قذف المحصنات الحرائر ما هي برضو ركن من أركان المجتمع السليم، أن الحرائر يظن مصونات، علشان النشأ الذي ينشأ والنسل الذي ينسل منهم لا يزن بريبة ولا يزن بعار. وحين لا تزن النفس البشرية بريبة تواجه الحياة بإيه؟ بمنتهى طلاقتها وبمنتهى قدرتها. فاللي يحب أن تشيع الفاحشة ويوم يروح يقذف المحصنات والحرائر كده بغير ما اكتسبه، يبقى ده بيعمل إيه في المجتمع؟ بيعمل زلزلة في نسبة أفراد المجتمع، وقد ويضار مش وقد ويضار بها من ليس له ذنب. يضار بها أنه الأولاد الصغيرة. طب ودي ذنبها إيه؟ إحنا بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وبعد ذلك قال أكل الربا، وده إحنا وفناه أكل الربا، لأنه بيعمل الخلل الاقتصادي، لأنه بيحمل غير الواجد أن يزيد الواجد، غير الواجد يعمل إيه؟ بيزود إيه؟ ثروة الإيه؟ الواجد. والزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليه؟ أم قال لك لأنه جعل العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة استمتاع فقط. والعلاقة الأولى التي قالها الله حينما أوجد حواء لآدم، قال إن أنا عملتها إيه؟ سكن. مش بس استمتاع، الاستمتاع جاء لحفظ النوع، جاء ولكن الله أطلقه في النفس البشرية عشان آثار هذا الاستمتاع تبعتها طويلة، لأن أثرها إنه يبقى له أولاد، والأولاد شوف بقى طفولتهم تفضل قد إيه ومتحمل بإيه. فلو لم يربطها بهذا الاستمتاع يمكن كثير من الناس يزهد في الإيه؟ في العملية. والفرار يوم الزحف برضو بيعمل توازن في المجتمع الإيماني. ليه؟ لأن معنى الزحف أن أعداء الإسلام أغاروا علينا، وما دام أغاروا علينا يبقى كل مسلم يقف على ثغرة من إيه؟ من ثغور الإسلام، ما يمكنش دول. ليه؟ أم قال لك لتظل كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. نعم. لكن إذا فر يعطي أسوة على ضعف الإيمان في النفس، يعني ما تنغروش بأن ده بقى مؤمن وده بقى مؤمن وده بقى مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا حقا وواثق بالغاية وأنه إن ذهب فقاتل فقتل صار شهيدا ومبشر من الله بكذا وكذا وكذا لما فر يوم الإيه؟ يوم يعطي أسوة من أسوة سيئة المين؟ للي يشوف منه العملية دي. مش بس ننقصه في الحرب، لا، ده حيدي شيوع خلخلة إيمانية في الايه؟ في النفس البشرية. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد من المؤمن انه لما يدخل الحرب هل تربصون بنا الا ايه؟ احدى الحسنيين. نعم. ايه هي؟ يا ننتصر يا نبقى شهداء. ادي واحده من الاثنين. واحنا نتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايه؟ او بايدينا. الله، يبقى انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنيين مش كده، واحنا بنتربص بكم ايه؟ احدى السيئتين. لان يصيبكم عذاب بايدنا، يصيبكم عذاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمن ان يثبت يقين ايمانه بان يفقد الحياه التي هي سبب التمسك بمظاهر الحياة، يقول لك ده ساب حياته دي، يبقى لازم رايح لحياة أحسن، يبقى على يقين منها ولا لا؟ على يقين إيه؟ على يقين منها. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يحب من المؤمنين إنهم يعملوا انتحاريات،
إلا حين تكون هناك مظنة إيه النص بدليل الآية اللي قالها الفرار بتاع إيه؟ ومن يولهم يومئذ دبره ليست على إطلاقها إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب إيه فقد باء. وإلا فلما يكون الإنسان هيدخل في معركة وغير مستعد لها وغير مظنة النص يبقى أنت نقصت المسلمين واحد ولا لا؟ يبقى ايه اللي استفدناه احنا؟ يبقى ما يجب ان يموت المؤمن بثمن، بثمن يخصه وهو الجنه، وبثمن يبقى للجماعه الايه؟ الامانيه بالايه؟ بالنصر. وبعد ذلك قال واليمين الغموس. برضو اليمين الغموس دي بتمثل قضيه من قضايا خلل المجتمع، لان اليمين الغموس غموس يعني ايه؟ يغمس صاحبه في النار. ليه؟ لانك انت حلفت على شيء كان وهو لم يكن، او شيء لم يكن وهو كان. ده بيدخل في الصدق والكذب، بس الصدق والكذب حين تتعرض به حد يتعرض لحقوق يبقى هنا انما في واحد يكذب في حاجه ما تتعرضش لحقوق. احنا ما بنعملش حد للكذاب، احنا بنعمل له حد، انما لما يجي يشهد ويحلف اليمين ان دي حصل وده حصل هيؤدي الى ايه؟ الى ضرر بالغير. يبقى اليمين ده هيعمل ما. وبعد ذلك اللي بده يظلم يظلم، ولن يعدم شاهدين على باب المحكمه يبقوا ايه؟ يبقوا يحلفوا له. يبقى كل واحد يصبح فلا يطمئن الى ايه؟ الى حركه حياته ولا الى مصالحه. واحنا عندنا ان اليمين مش هي من البينات، البينة على ايه؟ واليمين على من؟ على من انكر. قلنا ايه لحد يا طيب؟ والغلول. المسلمون حين يلتحمون باعدائهم في غنائم اللي هي بنسميها السلب، اللي هي أسلحتهم وما عندهم من أشياء وناخدها غنائم. يقوم بالله بقى اللي داخل معركة بالشكل ده وبعد ذلك يجي في حتة في الغنيمة كده وإيه؟ يبقى نقض عملية الحرب في سبيل الله ولا لا؟ نقضها خالص. ولذلك من يغل يأتي بإيه؟ بما غل يوم القيامة. احنا قلنا بقى هيجي بقى إن كان غل بقرة هيجي لها خوار مش كده؟ وزي ما قلنا بقى وان كان غل في اسمنت هيجي ايه؟ وهيجي شايله وحديد وكل الحاجات دي ولحوم فاسده مش كده ولا لا؟ وسمك منتن هيجي على كله عليه. وشهادة الزور. وشهادة الزور ايضا ركن من اركان فساد المجتمعات كلها، لأنه لا يجعل المؤمن يطمئن على حقه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.